السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم زين من قناه زين عابدين، رايكم فيديو جديد. وبهذا الفيديو كالعاده لا تتوقع فكره حلوه لا. اذا بتتذكروا بالفيديو بفيديو من الفيديوهات تبعياتي، انا طلعت فيديو كامل وانا بس عم عذب القرويين، فيعني هيك وجعني ضميري وهيك حسيت انه انا حقير جدا. فحبيت بهذا الفيديو اعمل فكره غبيه، واللي هو اني رفح عن القرويين واعمل شغلات حلوه للقرويين، لاني انا مجنون كثير. بلشنا مثل ما انكم شايفين، وراح افرجيكم اول طريقه للترفيه. مثل ما انكم شايفين هاي البلوكه بالضبط، اذا نطيت هيك بصير بنط، يعني مثل نطيت راح تصير. ففي عنا عمود طويل كتير كتير كتير، وفي عراسه قروي. هذا القروي البسيط رح لعبك شوي. السلام عليكم. شوفوا عم ينط، يا والله الضرب يضحك. يلا فرحت. يلا هي لانه كان عائلتك. اسفين هات بوسين، اسفين عمو هات بس تاني. اسفين المقطع الماضي، مو الماضي يعني مقطع مقاطع كنت عم اعذبكم، اسف. اوكي، هي مو وسيله ترفيه، بس في شغله يعني حبيت ساويها. انه هدول قبور القرويين اللي ماتوا بهديك الحلقه، فانا جاي اعتذر منهم. اول شيء سيد بقبقيق، اسف كتير. بالفيديو الماضي انا صرت لفلفك حوالي البركان لحتى تنشبوا من شويت ومتت. انا اسف وبعتذر كتير سيد بجقوقة، انا اسف كتير يا سيد بجقوقة. بس للأسف انك تمشي بالقطار وتنذبح، وانتو كمان عزبتكن يا مبجقق يا مبقبق. اسف كتير لكم اربعتكن، عزبتكن كتير، وهي هدية مني لكم يعني بسيطة، رح تكون وردة عقبوركم، وانا اسف كتير. اوكي، والشي اللي بعده ايزي كتير، بس هذا السيد تعال لا يا معلم تعال، بس هيك هذا مسبح من الذهب، سباح يلا سباح، هي يلا سبحت. ايه عم ينزل لي راسه. اوكي يلا سباح منيح. اسفين، لا تسألني ليش انا فكري غبية دائما، لانه هيك انا هيك فكري دائما غبية. لك علاء براسي، لك علاء براسي اللي نصه اسود ونصه احمر، ولا تطلع على شعري، يعني شعري احلى من شعرك اصلا. اوكي، لهون يكون وصلنا لهذا الفيديو، لا تضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي. صوره قصر.